السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدار. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو المرة الثانية اللي بلعب فيها من حساب أخي وصديقي من الجلد رامي. طبعا التيم اللي احنا عم نلعب فيه حاليا هو تيم فالنتي. أنا للأسف بصراحة ما عملت على البانر فما عندي فالنتي، هو الله يجزاه الخير عرض علي انه انا اذا بدي اعمل عليها شوكيس اعمل عليها من اكاونته. طبعا فالنتي شخصيته المفضلة باللعبة ففهمكم كفاية. ماكس كل شي لبس، الجير اتاك كريت ريزيستنس، رول شبه بيرفكت، 14 فوق وتحت. وهون يعني بس باقي فرايط، هي الماكس تبعها 4.5، 4.5 الماكس تبعهم، يعني هدول بيكون 22.5. هو موجود عنده 21.3، 21.8. بصراحة اعتقد هيك، يعني التوتال كريت ريزيستنس اللي موجود عنده لفالنتي حاليا اعتقد اخده من الجير شي 70 73، غير البيس ريزيستنس كريت ريزيستنس تبعها 150، يعني عنده 75 بيرس ريت وكريت دامج زيادة من الجير تبعه. بصراحة انا نوعا ما فكرت انه لو انا بحط بدل 30 كريت ريزيستنس اللي هاخد منهم 15 كريت دامج، لو بحط كريت دامج بحط عليهم كريت ريزيستنس رولز مو بيكون احسن؟ اللي هيصير اعتقد الفرق هو اني انا هاخسر من السيت بونس 15 كريت دامج و15 بيرس ريت. طب اذا بحط انا السيت بونس تبع الكريت دامج باخد 20 كريت دامج بدل ال 15، صح بيروح علي البيرس ريت، بس انه اذا بحط له اتاك كريت دامج مع كريت ريزيستنس سب رولز ممكن يكون احسن من اني احط عليها اتاك كريت دامج. ما بعرف صراحه، انتوا اعطوني شو رايكم. طبعا التيم مكون من تانك ديان، جوثر، فالنتي، رامي. انا كنت حاطط، انت كنت حاطط ساريال، اعتقد ممكن يكون ساريال احسن عليها كلينك، بس الفكرة انه انا عم بخسر 2% من الستاتس تبعه، ف ما بعرف. والله خلينا نجرب جيم بساريال لينك عليها بعدين، اذا ما يعني اذا شفت انه احسن اني حط درول عم ينقصها ستاتس بنحط عليها درول، لانه هي مبدئيا ما عم تاخد ديفنس لا من الجير تبعه ولا من الجير تبع ساريال. فخلونا نبلش. حكينا كتير. طبعا المبدأ تبع التيم انه ديان تاخد ضربات تبعات ذوان، وفالنتي تسفح بالتيم. طبعا انا اول مرة بلعب بالتيم، بس انا اللي بعرفه انه فالنتي اعتقد ما في داعي اني اعمل ستانس هلا. اذا بنحط رانك اب على فالنتي بعدين بنعمل له هيك مشان اذا عم يستخدم فود، بعدين بنعمل له هي مشان درول ما يعمل ستانس. يس ممتاز. هلا الستانس تبع درول مثل قلتها، بس انا بصراحة كنت بدي اشوف اوكي طيب خلينا نشوف الدمج. خلي هاي مشان ما ياخد اي تأثير للالتي تبعه. هاي نشوف قديش حتعمل دمج. هاي 365 اعتقد مو سيء. شغلنا الباسيف تبعها. اوه شيت شيت، تأثير تبع
التأثير تبع الباسيف تبع الكارت تبعي راح، هي ما بتتحاسب حسابه. يا حرام، يا حرام، اخسر من تيم اسود مليودس. يا باطل، ما فينا نعمل رش التيميت. اعتقد احسن شي كان لازم نحط يا ريت لو في عندك ترميل. انا لاحظت انك انت مو مطور ترميل، هذا الشي صدمني. ترميل كتير 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 ممتاز على ديان، هاي كتير. عليه بفات كتير المصيبة. واذا اجت لفة ما طلع له الدرول تونت. هلا راحت الباسيف تبع من اسكيلا، ما كل لفة معك تونت انت يعني. شيم اني خسرت من هذا التيم، شيم والله، كتير كتير انزعجت. ان شاء الله يطلع تطيب مرة تانية. عفوا والله شو انزعجت اني خسرت من تيم التراش زبالة. بس 350 دمج، يعني الدمج تبعها حلو، يعني ما كانت مشكلة عندي بالدمج اعتقد. بس اللي ضرني هو اني قتلت اسولت مليودس. للأسف ما طلع ضدي نفس التيم هذاك. يعرفوا ليش انزعجت منه الجيم، أنا مس بلايد بصراحة. مس بلاي مني، أنا ليش هيك عملت؟ لازم بلش أتعود عليها. أنا ممكن أعمل ألتراش لإسكانور. الحمد لله طلع محترم وما عمل التراش لاسكانور. نايس. انا ما راح اكون محترم، راح اعمل التراش. بصراحة حلو انك انت تقدر تعمل التراش لانه معك ديان. ديان فعليا راح تاكل الدمج كله. وبعد الالتراش خلينا نشوف شو ممكن يصير بالكرت هذا. صار علي المفروض هذا 3 ستاكات من جوثر، فانا بصراحة كتير نو 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 نو. هلا بهي الحالة لو كان عندك ترميل كان كتير كتير رح ينقذ ديان. شوف بس هاي شو هتعمل. على مين نعمل هذا الكرت؟ على ليز عشان ما تعمل شيلد. هلا هي ما حتعمل شيء لانه حتموت، بس شوف الدمج هلا بعد 3 ستاكات ولا 4 ستاكات قديش حيكون. اعتقد المفروض وايب، تيم وايب. واو واو، 500 ألف دمج. واو، في جولد بايده، خليه يقتل ديان بقى لانه في كتير كروت لقلب بايدي. نو 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 نو. هلا الحلو انه لما تنزل لز لسه الباسيف تبع جوثر شغاله، فانا بكمل الضرر اللي عم بعمله ولا كانه صار شي. شوف هلا 116 ألف سيلفر، 170 ألف جولد. هلا هاي مشان يموت. يا سلام،
والله نايس. على فكرة كمان العلامة تبع الفوز تبعك كتير حلو. أنا هلا لساتني مقهور من هداك تبع صوت مليوتس اللي فاز عليه بصراحة. أنا مس بليد، أنا روحت يعني كونترت الإيفيجن تبعه بجوثر، ما كنت متوقع إنه يعمل ألتراش بصراحة. هاي نوبنة مني، انا كان لازم اني اعمل. انا كنت عارفه انه هو حيكون معه ايفيجن، وقلت انه ممكن يكون معه ايفيجن. هذا مو نفسه، والله شكله نفسه، والله شكله نفسه. بس هذا حاطط، شوف شو حاطط. في داعي للتونت؟ ما في داعي للتونت. اذا بنعمل هيك بعدين بنعمل هيك، بعدين بنعمل رانك اب ليفل. ليفل انتي توقع نفسه والله. والله اذا كان نفسه حنبسط، اذا خسرت منه ما راح انبسط. اذا عملنا هيك بعدين هيك، المصيبة انا هلا ما اعرف شو الاستراتيجي. ها نفسه شكله، ما عندي حدا يشيل الالتيميت. ما عندي حدا يشيل الالتيميت يا زلمة. يعني هلا هو بيقدر يعمل رش. هلا بدي اعرف شلون ممكن كاونتر التيم هذا. اذا قبل شوي ما طلع لي جوثر بومبكن بومبس، هلا اذا بيعمل تونت بترول شلون ممكن كاونتر التيم هذا الاتراش. نايس جوك. اعتقد لازم اقتل هاي. مشكلة مشكلة، انا ما بدي اعمل التراش. تخيل انتش انا خايف من الالتراش. ليش هيك 100,000 بس؟ حلو، صار عليه كم ستاك. اكلنا هوا. انا خايف من الالتراش وبنفس الوقت خايف من سينجل تارجت. إذا قتل ديان ما عندي مشكلة أنا. إيه على هذا. حلو ما قتل ديان. بيرفكت. أعتقد فينا نقتل هذا. أعتقد فينا نقتل هلا، يمكن نقتل اثنين ما بعرف. خليني اشوف الدمج. لا لا يا زلمة، ليش لساتك عايش انت؟ يا عفو الله كم ستاك في بالباسف تبعه. انا حاليا كتير خايف. اذا عمل لي كاميتشو جري انا يمكن اروح على جهنم. اتوقع دمج اكتر من هيك. هاي شيل له التأثير تبع الكروت، حط شيلد اعتقد هيك
باد ممكن يعني ما بعرف. بس بصيبه صار عنده وفات مرعبه. هلا هو انا هلا معي دبل التيميت للفه الجاي، اذا ما قتلني هذا الشيء مستبعد نوعا ما. بس مصيبه الالتي تبعه هتعمل دمج مرعب. حلو حلو. طيب اعتقد اذا هلا بنعمل هي الالتي تبعها اي او اي صح؟ ممتاز، نعطيه هي عشان ما يكون في عنده افكت تاني. ممكن هلا نخلص من زيلدرس ويضل بس اسولت. حتى اسولت ودع جي جي. بس انا ما بعتبر انه هذا كاونتر مثالي للالتراش تبع ال، ان شاء الله يكون نفسه. بدي ارجع اعيد الجيم بس بس خلص الفيديو. ليش اخذت منه 31 نقطة؟ يمكن لان انتقمت منه يعني. بدي ارجع اعيد الجيم ان شاء الله يكون نفسه، لانه كتير حيكون الفشخ غلي اذا طلع نفسه، لانه نفس السي سي تقريبا ونفس الفود. بس هالمرة ما عملت نفس الحركة اللي عملتها المرة اللي قبله. بس على فكرة هذا التيم اللي انا عم بلعب فيه ليش علمت طلعوا ضدي هيك كتير قليل السي سي تبعهم؟ فهمان انا. تعال خلينا نجرب شغلة. ثلاث لفات ديفنس 200%. بدي اشوف انا شلون ممكن انضرب هلا. يمكن الشيلد اللي علي ما يروح. هذا شكله بوت مرتب. لا والله مو اخذ انطباع بوت بصراحة ابدا. patience شباب. اسكانور ما كسر الشيلد، بس خليني اتأكد على السريع لانه احتمال يكون بوت. ما بعرف ليش عم استخدم كروت لديان كتير وانا عم بعمل شوكيس لفالنتي. بس بصراحة انا ما بستخدم ديان هاي عندي اني مطورة، فعم حاول استغلها كمان بنفس الوقت. بس المشكلة الالتي تبعها سيئة جدا لديان. بس والله هاي الجولد تون سفاحة جدا سفاحة. شوف شوف شيلد الأول، أول لعبة علي ما عم ينكسر. يا اسكانور ما عم يعمل دمج. لا انت بدك تضلي تحطي لي شيلد. ما بعرف ليش هيك عملت، كان لازم. لا لا مشان الالتي تعمل كريت صح. اذا ما ماتت ما عاد تقدر تحط شيلد. ولبسها مرتب كمان لدي. يعفو الله 160,000 على حفة. طيب هلا بتوقع خلاص صار الوقت لانه اهلا حبيبي. اول شي ما حد قدر تشيل الشيلد. فعليا ديان وول. طيب كم الستاك تبع جوثر؟ اربع ستاكات اعتقد. فلنتي هلا صارت تقدر تقول لهم السلام عليكم. يلا اعطينا بس فول تيم وايت بعد اذنك. شت اسكانور. لا 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 ما في خوف ما في خوف. ايزي تو ليفل 2 كاردز بس ما بدك اكتر من هيك. الدمج تبعها جدا رائع وانا مو حاطط عليها. لا والله انا حاطط عليها سارييل. طيب خلينا نخلص من هذا على السريع مشان نفوت للجيم الاخير وان شاء الله يرجع يطلع ضدي تبع سولت مليودس بصراحه. لهلا انه حاسس انه بدي انتقم اكثر. على فكره هذا الكرت جدا سفاح وجدا عاجبني.
وانا على فكره ما كان لازم العب من اكونتك يا رامي، انه صار جاي اعمل على فالنتي. بس انا يعني في نقطه مهمه كتير، انه انت فالنتي تبعك ماكست اوت. ما اعتقد انا قادر مكسها، حتى موارد لبس بالذات، وحتى اللبس تبعها ما عندي القدره اعتقد اني اشتريه. بس بصراحه يعني تيم ذوان جدا 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 رواق انك تلعب ضده، جدا يعني بتحس حالك عم تلعب ضد بوتات. بس هلا الجول تبع قبل شوي اللي انا عملته ما كان له طعمه بصراحه، لانه اكل راسي بالشيلدز تبعت ليز. اعتقد حنطلع على السيلفر احسن، هذا شكله بوت. بيرفكت بيرفكت. ممكن خلي معي بوت بوت 100% شكله بوت. حط الشيلد هلا ما حيزبط. حلو هيك لما ليز تعمل هاي الحركة ما ينحط الشيلد تبعها. يعني انا على فكرة مع تارميل، اول شيء نصيحتي اشتغل على تارميل. انت قديش شايف انه ساريال سفاح؟ ثواني انا ليش هيك عم بلعبه؟ نفس ما غيرت اي شيء. بس انا كان نفسي يكون معي كروت اكتر لفالنتي عشان اعمل له فول تيم وايب، بس شكلها ما راح تزبط. فشو راح نعمل؟ لا 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 الشات راح يحط شيلد. الحمد لله ما حط شيلد، الحمد لله ما حط شيلد. انت اضرب قد ما بدك يعني، فعليا قعدت لك حيط. طيب هلا اعتقد انا بحب الباسيف تبع جوثر تكون 3 ل 4 ستاكات قبل ما اضرب بلنتي مشان اضمن الكل، لانه هلا الدمج اللي حيكون سفاح مو بهي اكيد. بسم الله خلينا نشوف. 500,000 نورمال، 500,000. والباسيف تبع جوثر تبعه راحت لانه نزل ديث بيرس. نورمال 500,000. لو بوت، لو مو بوت ما عنده القدرة كان يعمل شي ليتجنب ال 500,000 اللي اكلها هلا هو. هلا نكست تن. جي جي اسكانور، انت فيك تموتي خلص، عملت اللي عليك وزيادة بصراحة. كتير كتير حابب بلدي انا، هي انا بصراحة. اوكي معقول ما يموت؟ هلا فالنتي جدا جدا قوية ضد تيم اسكانور، جدا يعني فعليا انا صرت عم بنبسط لما عم شوف تيم اسكانور صدقوني. هلا بتعرفوا شو؟ هلا على فكرة ديان عامل اساسي بالتيم هذا بتوقع، لانه عم تعطيني حماية مو طبيعية. بس كنت عم فكر حط ساريال يكون دبل كليف تيم. هل هذا الشيء رح ينفع ولا لا؟ اعتقد هيك بكفي فيديو اليوم. ان شاء الله الفيديو الجاي هنجرب فيه دبل كليف. شكرا كتير لك يا رامي على الاكاونت، على التجربة الجميلة، وعلى على التشييش الجميل اللي شيشتني اياه. بصراحة التيم تبع سريق تبع فالنتي جدا جميل ضد تيم ذوان، كتير كتير حلو ضد ذوان. ضد اسوت مليودس انا يمكن لانه لعبت مع هداك انزعجت منه مشان هيك حسيته انه مو منيحه، بس هو كمان كتير كتير سفاح وفعال. الت كنترول موجود، دمج سفاح موجود، ليز سب موجوده، دمج اوتبوت موجود وزياده من فالنتي. بصراحه اعتقد تيم شبه متكامل من ناحيه الهجوم والدفاع. بس انا اذا عندي تعليق وحيد وهو انه الافضل انه يكون على ديان تارميل لينك عليه تريبل ديفنس، ساعتها حتكون كتير صعب انك تقتله، حرفيا كتير كتير صعب حيكون انك تقتله. انا لاحظت انك انت مو
مسوي له سوبر اويكنينج ل لتارميل اعتقد، ومو مسوي له جير. نصيحتي الشخصيه الجايه اللي تشتغل عليها، بعرف حتى لو 2.6 او 3.6، بس هو بشكل عام شخصيه كتير 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 مفيده. الجريس تبعه اعتقد كتير ناس اكل يعني ساحبين عليها، وبتوقع انت بتعرف ايش الجريس تبعه سفاحه. بس للامانه التيم هذا جدا جميل، ومبروك 2.6 فالنتي يا رامي، وعبال 6.6 فالنتي ان شاء الله. وشكرا لك، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالشوكيس اللي عملناها اليوم لفالنتي. وباذن الله الفيديو الجاي راح نشرح فيه اكثر عنه. مثل ما شفتوا انتم الدمج ما عنده اي مشاكل، بس ردوا لي خبر على موضوع الجير. شو رايكم بالحكي هذا؟ يعني انا بعد يعني على فكرة انا قلت له لرامي، سألني بتذكر انه شو الجير، قلت له اتاك ريزيستنس. بس لما عم بتطلع اليوم لعبت ضد وحدة الدمج تبعها سفاح اوكي، بس عم فكر انا فيها انه انا شو بدي بال15 بيرس الزيادة اللي هاخدهم بسبب الكريت ريزيستنس. لو بحط اتاك كريت دامج والسب ستاتس كلهم كريت ريزيستنس نفس هيك، هاخد كريت دامج اكتر فعليا. قولولي شو رأيكم انتو. وهيك بكون خلصنا الفيديو تبعنا تبع اليوم. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. اذا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والشير. نشوفكم على خير.